للتعليق على تطورات الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من أبو ظبي كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري. أهلا بك معنا نور الدين. كيف تقرؤون الحراك بالنسبة لأسواق النفط بين روسيا ومنتجين آخرين وتأثيره على الأسعار في المدى المتوسط؟ نعم، كانت هناك لدينا النظرة حوالي قبل شهرين أنه الوقت قد حان نوعا ما إلى نوع من الاستقرار لأكثر من سبب، أن معظم الأمور أو الفاكتورز التي كان لها تأثير سلبي على أسعار النفط مؤخرا أو خلال الفترة الماضية قد تم تسعيرها بالأسواق، بما فيها طبعا تباطؤ الاقتصاد العالمي والوفرة بالمعروض ومشكلة وحل المشكلة أيضا مع إيران واحتمالية أن يكون هناك لدينا معروض جديد. لكن في الوقت الحالي لازال هناك حديث من قبل روسيا عن أنه هناك سيكون هناك لدينا اجتماع، لازال أيضا هناك حديث عن احتمالية اجتماع لأوبك أو أن يكون هناك في لدينا تخفيض. حتى ذلك الحين في الغالب ما سنشهد نوع من الاستقرار في الأسعار، لا نتوقع نوعا ما ارتفاعات كبيرة أو انخفاضات كبيرة في الوقت الحالي، خصوصا فيما لو هذا الشيء المهم في الوقت الحالي هو أنه انخفاض الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة مع عدم رفع أسعار الفوائد، هذا الشيء الذي قد يدعم استقرار الأسعار. ماذا ننتظر حاليا على صعيد آخر من البنك المركزي الأوروبي بعد البيانات الصادرة مؤخرا وجاءت بمعظمها سلبية ومثيرة للقلق؟ نعم، لا زال من المبكر مرة أخرى الحديث عن المزيد من التيسير الكمي. لا ننسى أنه هناك حديث من قبل البنك المركزي الأوروبي ذات نفسه أنه لا زال يتوقع هناك نوع من الريسك تو ذا داون سايد، أو هناك مخاطر بالنسبة للنمو وحتى في القطاع الخدمات. لكن أيضا لا ننسى أنه حتى لو تم زيادة التيسير الكمي في الوقت الحالي لن يكون له جدوى، لسبب مهم جدا أنه البنك المركزي الأوروبي ذكر أنه لا توجد سندات في السوق أو في دول أوروبية كافية وسندات ذات جودة عالية يستطيع البنك المركزي شرائها. لذلك بالنهاية رفع مستوى التيسير الكمي في الوقت الحالي غير متواجد على الطاولة، لكن أحد الأمور التي من الممكن فعلها الضغط على اليورو مرة أخرى من جديد، كما حاول فعلها مرة أخرى أو مرات عديدة ماريو دراغي خلال الاجتماعات الماضية. كيف تقرؤون التعاملات في أسواق الأسهم في هذه المرحلة، وإلى أي حد هذه التعاملات ستؤثر على المعادن، على الذهب، على العملات التي تعتبر ملاذات آمنة؟ نعم، كل شيء مرهون حاليا بما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية حصرا. يعني تقرير الوظائف الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة الماضي لم يكن بالأمر السهل ولم يكن بالرقم الوردي ممكن أن نقول، بينما هي أرقام سلبية تقلص توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة هذا العام. هناك العديد من البنوك تتكلم عن مارس من العام المقبل، لكن في الوقت الحالي ارتفاعات الأسواق، وهذا الشيء يجب الانتباه إليه من قبل الجميع، ارتفاعات الأسواق قد تكون يعني محدودة ولفترة بسيطة، خصوصا في ظل انتظارنا الآن للإيرنينج سيزن أو اللي هي موسم الإعلان عن النتائج الذي يبدأ خلال الأسبوع المقبل. نعم. أرقام سلبية في الغالب هذه هي الشيء المتوقع على الأقل، الأسواق جميعها تسعر أرقام سلبية خصوصا في ظل التباطؤ الذي شاهدناه الربع الثالث، فنتائج سلبية للأسواق أو نتائج سلبية للشركات قد تعود وتضغط على الأسواق من جديد. أستاذ نور الدين، علما أن الأسواق الصينية حاليا مغلقة في هذين اليومين، ولكن في اليابان حققنا ارتفاعات كانت الأعلى تقريبا في أسبوعين في تعاملات اليوم، هل هذا مؤشر إيجابي أم هو فقط مرحلي تبعا لبعض العوامل الحالية في السوق؟ هناك شيء مهم جدا، يعني لا نتكلم فقط عن اليابان بينما على كل الأسواق العالمية، الجميع يسعر دائما المستقبل ولا يسعر الفاكتس أو لا يسعر الشيء الحقيقي، كما حصل طوال العام الجاري الجميع كان يسعر شيء واحد وهو رفع أسعار الفائدة من الفدرالي الأمريكي، هذا الشيء الذي أدى إلى أزمة الأسواق وأزمة في أسواق العملات وأسواق السندات وما إلى ذلك. لذلك في الوقت الحالي الأسواق تسعر نوعا ما عدم رفع أسعار الفائدة واحتمالية أن يكون هناك لدينا المزيد من التيسير الكمي من بنك أوف جابان، لكن فيما لو لم يحصل ذلك خلال الفترة المقبلة هذا الشيء الذي قد يعيد الأسواق إلى ما كانت عليه قبل أرقام الوظائف الأمريكية وما دون ذلك حتى، هذا أيضا شيء وارد فيما لو خصوصا أتت نتائج أرقام المؤسسات الرأسمالية وهي الأهم، إذا أتت نتائجها سلبية هذا الشيء الذي قد يضغط على الأسواق. كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري، شكرا على وجودك معنا. ختام أخبارنا الاقتصادية، عودة إلى جرير.